مشرفنا ومنورنا. صباح الفل عليك، اهلا بيك. بتشرف بيكوا طبعا، ودايما بسعد بالتواجد في نادي الاهلي، وبتشرف بالتواجد مع حضراتكم طبعا. لا يسعدنا جدا يكون معانا بطل حقيقي، ونتكلم كمان لان هو بطل مسيرته مش انتهت بس في الملعب، لا هي كملت طبعا، وفي خلينا نقول في مركز اداري او منصب اداري مهم جدا يعني، او قيادي كمان طبعا في اللعبه دي. انا عايزه ابدا بالطفره اللي حصلت بصراحه، لان انا كنت بتكلم معاك قبل الهوا عن الخماسي الحديث، دلوقتي اصبح من الالعاب، ان كان كريم ذكرنا ده كتير جدا في فقرات صحيح مختلفه وفي اخبار، من الرياضات اللي في مصر عامله طفره كبيره جدا، وابتدت دلوقتي تحطها تحت مثلا بند الرياضات اللي زي السكواش والرمايه والالعاب القوى اللي مصر فيها متميزه جدا. الطفره دي حصلت ازاي وايه الاسباب، وان شاء الله كمان هنبني على اللي جاي ازاي؟ الحقيقه يعني، ويمكن احنا كنا بندردش شويه قبل الهوا، ان الطفرات دايما بتحصل لما بيجي مجموعه من الناس يعني تقرر ان هي تدخل في الاداره، مجموعه اوريدي مارسوا اللعبه وجايين من باك جراوندز يعني محترمه، سواء كان تعليم او رياضه او كده. الحقيقه الطفره بدات مع تولي المهندس شريف العريان رئاسه الاتحاد في 2000 وبعد اولمبياد 2012. قبلها طبعا كان في ناس محترمه كتير واشتغلوا على اللعبه بشكل كويس جدا، انما التغير الجذري حصل من الفتره دي، والراجل الحقيقه اشتغل على اللعبه كبرودكت او كمنتج اكتر من ما هي مجرد رياضه بتقتصر على بطولات وهات اللعيبه ويطلع ولد بالصدفه موهوب فطب يلا ندعمه بقى احنا اكتشفنا انه موهوب، انما الحقيقه الموضوع اتعمل بطريقه مختلفه خالص. اولا اتعمل نشاط محلي قوي جدا، اتعمل زي ريورد سيستم او يعني اتحط زي جزره كده للانديه واللاعبين، ان اللي هيتميز وهيكسب في المحلي هيبقى عنده فرصه ان هو يسافر في البطولات الدوليه. والجميل في الخماسي الحديث ان هو في فرايتي من البطولات، بدايه من بطولات الثنائي والثلاثي والجري والرمايه، يعني في اشكال كتير قوي للبطولات من السن الصغير. هتتغير مع دوره الالعاب الاولمبيه في يعني باريس 2024 ولا الدوره اللي بعدها في 28؟ الشكل على كلام عن الغاء رياضه السلاح تحديدا. بالظبط، ده موضوع طبعا مهم جدا وكويس ان حضرتك فتحته. الخماسي الحديث لحد باريس 2024 هيتلعب بالشكل اللي حضرتك قلته في المقدمه، وسباحه وجري ورمايه وسلاح شيش وفروسيه. بعد اولمبياد باريس الفروسيه بتهيألي هتتشال لعبه الفروسيه تماما من جميع المنافسات، والخماسي هيتلعب بلعبه سباق الموانع، او يمكن هو برنامج مشهور قوي ممكن الناس تبقى عارفاه، حاجه اسمها نينجا وورير. أيوة. برنامج مشهور في امريكا اسمه امريكان نينجا وورير، اللي هو برنامج مسابقات عامل زي التيلي ماتش شويه، بس هو اكتر يعني واخد شكل الشو، ان انت بتعدي حواجز، حاجات بتطلع من فوقها وتنزل من تحت حاجه وتتشعلق. هو ايه حاجة اللي استدعى التغيير ده؟ اللي استدعى التغيير ان الخماسي واجه مشاكل كتير جدا الفترات اللي فاتت ليها علاقه بصعوبه انتشار اللعبه، لان طبعا انت عارف الخمس العاب فيهم العاب مكلفه واكثرهم الفروسيه. بالظبط، يعني انت لو عايز في افريقيا مثلا تنشر لعبه الفروسيه حاجه صعبه جدا، دي لعبه الملوك والامراء وكده، فطبعا الكوست اللي يعني بيتصرف في التدريب او في استضافه حتى المنافسات، لان انتوا عارفين برضو ان الفروسيه عندنا انت بتلعبش بالحصان بتاعك، انما الدوله المنظمه هي اللي بتبروفايد او بتقدم الخيل يعني، فدي كلها تكاليف كبيره جدا. فالحقيقه من سنتين بالظبط في اجتماع اللجنه الاولمبيه الدوليه تقدمت لينا نصيحه صريحه ان الخماسي محتاج يعمل تغيير جذري في اللعبه، يقلل التكاليف، يخلي اللعبه فيها عنصر الفيرنس او يعني العدل شويه، لان حته القرعه في الفروسيه دي كتير جدا بتكون غير عادله، تكون حاجه جاذبه للشباب تمام، تكون حاجه فيها جندر ايكواليتي او مساواه ما بين الرجل والمراه. فاحنا الحقيقه الفتره دي كلها عملنا يعني ورش عمل كتير وورك جروب. لو نزلت لازم تستمر، هتكون منتخب مصر للفروسيه وانت مستريح. طبعا طبعا.